بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وباحسن حال. ان شاء الله النهاردة اخر حلقة من حلقات الفستان التركي، هنكمله مع بعض ان شاء الله، وهنشوفه في التلبيس على المانيكان. ان شاء الله النهاردة هنركب الكولة والاسورة، وهنركب الزراير. الزرار دي طبعا هنركبها انا، طبعا اكيد اي حد فيكم بيعرف يركب الزرار. كل اللي هنعمله هنركب الحزام والكولة والاسورتين، ونعمل علقات للحزام في جنب الفستان، وهنتني الديل، وبكده يكون الفستان الحمد لله الحمد لله كده تمناه على خير. وبس يعني بستسمحكم، محدش يدي زعل مني ان انا اتأخرت شوية عليكم، كانت عندي شوية ظروف خاصة والله يا جماعة، فمعلش يعني سامحوني. ان شاء الله النهاردة هكمل معاكم مع بعض. نبتدي بقى، ادي الحزام بتاعه، وادي الكولا، وادي الاساور، ودي وصلة هنركبها في وسط الحزام عشان لو هنطوله. حسينا ان هو كويس مش هنطوله، حبينا نطوله، بس في الغالب انا هطوله، لان هو كده متر ونص، والحزام يعني اقل حاجة يبقى مترين، مترين الا ربع، عشان يبقى واخد براحه في الربط بتاعه، يكون تقدر تعملي بيه فيونكة شكلها كويس. نبتدي، هجمع الكولا الاول، واجمع الاساور واكويهم على اساس ان احنا نعملهم يبقى شكلهم كويس. الكولا بتتحط كده يا جماعة زي ما احنا حاطينها، ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيبقى نص الكولا على بعضه، العلامات اللي احنا واخدينها هي اللي بنمشي على مسافتها كده. احنا جهزنا خياطة الكولا وهنركنها على جنب، ونبتدي نخيط الاساور، طبقة بفازلين وطبقة من غير فازلين، وهنبتدي نقفله. انا هجهز كل حاجة يا جماعة على اساس اننا هنكوي بس، ونرجع للتركيب بتاعها مع بعض. هذه الاسورة الاخيرة متظبطة، كده الاسورة التانية اتقفلت نص على القلب والخياطة. نيجي للحزام، احنا قاطعين جزئية اهي عشان نوصل بيها، وادي الحزام بتاعنا. هاجي هطبقه كده بالنص،
كده اهو، بالمقص هقوم وهبتدي اوصل دي في النص. كده احنا وصلنا الحزام الجزئية اللي زودنا بيها في النص اهي واهي. طبعا دي هنفتحها بالمكوة، نفتح الخياطات كده وهتبقى شكلها ان شاء الله كويس جدا لما بتتفتح بالمكوة. نبتدي بقى نقفل الحزام سوا عشان نجهزه انه يتقلب بالمكوة برضو مع الاساور والكولا. نبتدي ندخله عند الوصلة. طبعا مش هقفلها وهي متنية كده مش متفتحة، فهفردها من تحت ومن فوق بحيث ان انا لما اجي اكويها تبقى الدنيا سهلة ان هي تتفرد معي. هاجي بقى الحتة المهمة، ان انا هاجي هنا اعمل غرفة تسبيح كويسة، وهقوم سايبالي حوالي 5 سنتي أو 6 سنتي عشان اقلب منه الحزام وابتدي اكمل تقفيل الحزام. لان انا مش هعرف اقلب الحزام لو انا قفلته كله. وبنفس الطريقة اللي عملنا الجزء الاولاني هنكمل الجزء التاني، اكمله وافتحهم بالمكوى وارجع لكم بيه. انا كل اللي انا عملته ان انا دوست على الحاجات بتاعتنا بالمكوى، وادي فتحه الحزام اللي احنا قلبنا منها اهي. طبعا زي ما انتم شايفين انا نفسي مش عارفه اجيبها لان هي بتبقى مش باينه خالص وفي اللبس مش بتبان. وادي الحزام نضيف من بره كده هون عشان ما يبقاش فيه اي خياطه ولا اي حاجه من بره، هو كويس جدا كده عشان هيتلبس هو كده خلص خالص. وادي الكولا وادي الاسورتين بتوعنا وادي اللوكسه. نبتدي بقى نركب. اول حاجه هنركب اسوره، هبتدي ان انا هعمل كده اوله مع بعضه. شايفين ادي بدايه الاسوره، كل شوية القماشة تطلع تاني من تحت الدوسة علشان انا ما نزلتش الابرة بتاعت المكنة فيها. فانت لما تثبتيها حطي الابرة بتاعت المكنة واظبطي بعد كده عشان ما تطلعش معاكي. وادي علامة النص بتاع الكم مع علامة النص بتاع الاسورة عشان هبتدي اعمل الكسرات اللي انا ثبتي في الاول.
خليها تبوس كده عشان وعملنا كسرتين صغيرين. وبفرد الاسورة واثبت الجزئية دي برضو هنا اخر الكم، فتحة الكم او بمعنى اصح يعني فتحة الكم مع فتحة الاسورة عشان ابقى احدد مكان الكسرتين التانيين اللي انا هعملهم في الناحية التانية من الكم. كده هنبتدي نعمل الكسرات الناحية التانية من نص الكم. كده اهي اتركبت من جوه. عايزه اقلب بقى الاسوره. الاسوره عندنا هنا اسوره عريضه بتعمل فيها زرورين يا جماعه او ثلاثه على حسب راحتك. ابتدي اثبتها من على الوش. اهو ثبتت الابره عشان ما اعملش زي المره الاولانيه وتقعد تفلت مني في الخياطه. يا جماعه طول ما احنا بنشتغل بنتعلم، طول ما احنا بنشتغل ايدينا فيها بتتعلم. زي ما احنا شايفين يا حبايبي بقول طول ما احنا بنشتغل بنتعلم. هنا بزقها شويه بساعد المكنه لان الجزئيه هنا القماش تقيل. متسيبيش المكنه تكلكع منك وانت شغاله من كتر ما هي نازله طالعه وترمي خيط وتقوم مكلكعه في الكروشيه بتاع المكنه. ظبطي قماشك طول ما انت شغاله. ادي كده اول اسوره ركبناها. طبعا ناقص نعمل لها العراوي ونركب الزراير تبقى ماسكه في الكم، والكم يبقى واسع شويه على الايد كده زي ما احنا كنا شايفينه في الموديل اللي كانت الصوره اللي اتبعتت لي. الاسوره الثانيه هركبها وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي انا رجعت لكم اهو ركبت الاسوره الثانيه. كده هنبتدي نركب ان شاء الله في الكوله. يا جماعه انا غلطت غلطه وبعترف بيها ان انا غلطت، انا قفلت المرد كده من اوله. المفروض ان المرد هنا بيقفل على بعضه والكوله بتركب على الجزئيه دي بس. هفكها دلوقتي 2 سم من هنا او جزء، افك جزء يعني من هنا وجزء من الناحيه الثانيه واوريكم هنعملها ازاي. هفكها وارجع لكم تاني. بص يا حبايبي انا فكيت جزئيه هنا كده. كل اللي انا هعمله ان انا هقوم قلبه عكسي كده هون وهقفل الجزئيه دي. هاخد سنتي اللي هو مسافه الخياطه يعني اهي هي كده اهي هي كده كده بالعكس اهي مش اكتر ولا اقل، وعلى بعد مسافه الخياطه اللي هو السنتي او النص سنتي بتاعنا واحنا واخدينه سنتي. شوفي انت هتاخديه بقى قد ايه، سنتي او نص سنتي اهي. كل اللي هتعمليه بقى هتقومي شقه هنا كده انت من جنبها. انا بالنسبه لي هقوم خفه
الكلكعه بتاعت القماش ده كده بقى المرض، وهرجع الخياطه اللي انا شلتها دي اكملها عادي خالص. اه يا حبايبي رجع مفيش اي مشكله فيه، وده الجزئيه اللي انا هركب عليها الكوله. هكمل الناحيه التانية واوريها لكم برده. بصفي القماش الزياده، طبعا المرض هنا كان فيه زياده، سويتها على بعضها قبل ما اخيط عشان ما تريش كده. هون يا جماعه هخليها ومقلبها عكسي زي ما احنا اتفقنا اهي، المسافات مظبوطة، وهقوم واخدلها مسافة الخياطة زي ما عملنا في الناحية التانية بالظبط. كده يا حبايبي هي عملتها زي الناحية التانية، ونرجع نقفل المرد زي ما كان. اهي يا حبايبي عملناها زي الناحية التانية، نبتدي بقى نقفل الجزئية اللي احنا فكيناها دي تاني. معلش يا جماعة والله يعني جل من لا يسهو. كده بقى هنبتدي نركب الكولة. هنقول يا بسم الله الرحمن الرحيم، سمي تملي وانت شغاله، سمي الله على طول وانت بتشتغلي عشان ربنا يجعلها لك سهله ان شاء الله عليكي ان شاء الله. تركيب كوله عاديه جدا. كده بعد ما هنركب الكولة مش هيبقى ناقص غير نركب لبسات الحزام او المكان اللي بنعلق فيه الحزام. نتني الديل، وبكده نكون خلصنا الفستان التركي. اعمله بعديها العراوي وارجعه تشوفوه، بس هنخلص الاول الحاجات اللي انا قلت عليها دي مع بعض. لو انتوا مش بتعرفوا تركبوا الزرار اكتبوا لي في التعليقات، واحنا نعمل فيديو نوريكم طريقه تركيب الزراير الصحيحه، واجيب لكم مجموعه انواع مجموعه من الزراير اللي هي بعنق او المسطحه وثقبين او باربع ثقوب والحاجات دي كلها، واوريك ازاي تركبيهم صح. زي ما انتم شايفين طبعا هي عايزه تداس عليها بالمكوه عشان تتفرد. دلوقتي احنا ركبنا الكوله وعملنا الاساور، ناقص نركب اللوكسات بتاعت الحزام في الجنب. بصوا هنشوف عرض الحزام، وبناخد ازود منه شويه فوق وشويه تحت كده عشان مسافات الخياطه.
وهاخد 2. ادي اللوكستين اللي انا هركبهم قد بعض بالظبط في الطول، وهبتدي اركب. قلنا هنركب سوا اللوكسه، هنوسطنها. هنبتدي يا حبايبي هنركب اللوكسه اهي. كده ركبنا الجزئية دي، هنقلبها لفوق بقى تاني اهي، وعلى خط الخياطة برضو الفاصل، مش هنشدها، هنسيبها بحيث ان هي تبقى مريحة لتحت، مش مشكلة، بس شدهاش قوي. ونركب التانية بنفس الطريقة. هركبها اقول لكم، انتوا كده كده شفتوا الطريقة دي، اوريكم دلوقتي تاني الديل، وبعد كده ارجع اركب اللوكسة التانية انا بنفس الطريقة انتوا شفتوها. هعتني الديل معاكم عشان بعد كده اركب الزراير واعمل العراوي، وارجع اوريكم الفستان شكله ازاي بعد ما خلص. طبعا احنا مسافرين ومظبطين الدنيا، هنبتدي ناخد التانية بتاعتنا اللي احنا واخدينها، صغيرة مش كبيرة، طبعا الشكل بيبقى كده لما بتيجي تدوسي عليه بالمكوه، كل ده بيتفرد، هو عشان الديل مدور شويه. اكمل الديل تاني بنفس الطريقه لحد ما اوصل الناحيه التانيه واخلصه، وارجع اوريكم الفستان بعد ما الزراير ركبت والعراوي والحزام هنحطه مكانه، واوريكم شكله ازاي في النهايه. كده يا حبايبي ده شكل الفستان بعد ما خلص، اتمنى يعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.